تقريبا وحده فاتت جيش، ما كان في حد انه يضربوا علينا قنابل، وهذا كسر بيتنا كثير، ما خلوا شيء، بيتنا كله كله تكسر. مش عارفه شو هذا الاحتلال البشع، ضربوا الصاروخ تقريبا اول مره ضربوه، اول واحد ضربوه الساعه 3 تقريبا ضربوه وطفوا، بعديها بنص ساعه تقريبا ردوا ضربوا كمان واحد. اجوا الجيش على الشارع كله خير، ما خلوا شيء فيه، كسروا المي، ما في مي ولا كهرباء كمان قطعوها. جد هذا مش عارف شو هذا الاحتلال.